عفوا منك. خير إن شاء الله. ألو؟ شوفي؟ لا تأخذيني جيلان، بعرف الوقت متأخر، بس حبيت خبرك قبل ما يطلع الضوء. صار في شوية ظروف خارجة عن إرادتي، ولهيك ما رح أقدر مر لعندك بكرة. فينا نأجل القصة شوي؟ ليك سراج، يا بتجي بكرة وبتجيب معك المصاري وبتستلم الأسهم، يا أما أنا رح أعمل اتفاق مع زبون تاني. طيب فهمت. ميرال؟ توترت لأنه خفت ما تكون الوكالة فاتحة. البرنامج اللي طلبته لميس حامد. شو في؟ سراج بيك. هو ليش هون بهالوقت؟ ما بعرف، لقيته نايم بمكتبه. فيني ادخل؟ شو كنت نايم هون؟ ايه انفصلنا انا وميادة. ليش؟ انتو كنتو زوجين سعيدين كتير؟ هيك كنا لحد ما حضرتك دخلتي على هالوكالة وقلتي بدي شوف سراج وزال. بس أنا قلت لك من قبل إنه أنا ماني جاي فجر قنب لبنص حياتك. أنت ما عملتي شيء، يعني أنت لما جيتي تكركبت الأمور، فما في داعي تدافع عن حالك. أنا ماني عامله. بس أنا من الأول كنت عارفان أنه رح يصير هيك. تعرف شو هو؟ أول ما شفت ميادة حبيتها. كل شي بلش بسرعة وتطور. كنت حاطط ببالي خبرها فيكي وبوجودك. أصلا ما كان في ولا سبب يخليني أخجل من وجودك بحياتي. وعاليوم وبكرة أمنا تزوجنا، وما بعرف ليش بطلت خبرها. ما عاد تجرأت، وعلى قد ما ترددت وأجلت صرت سر ما حدا بيعرفه، وأنا صرت أسير هذا السر. الحق علي، الحق علي أنا. يعني هي دريت اني بكون بنتك ومشان هيك اتخانقت انت وياها؟ لا 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 لا. طيب لكن ليش؟ معلش تتركيني لحالي؟ طبعا. والله ما كان بدي يصير هيك. أنا آسفة.
مو أنا. لما كنت اجي اشوفك وانت صغيره طبعا كنت افرح، بس بوقتها شيء وهلا الوضع شيء تاني. من لما بلشتي شغل وهو عم يقترح علي اقلعك من الوكاله، لما يصير مدير رح يامرني. شو عملتي له لحتى منرفز منك كل هالقد؟ انفصلنا انا وميادة. ليش؟ انتو كنتوا زوجين سعيدين كتير؟ هيك كنا، أحد ما حضرتك دخلتي على هالوكالة وقلتي بدي شوف سراج غزال. لميس خانم أنا بدي أترك.